بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس حكومة مملكة أسبانيا بيدرو سانشيز، دولة رئيس حكومة مملكة بلجيكا ألكسندر دي كرو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في زيارتكما إلى مصر. سعيد جدا بوجودكم، أقدر جدا هذه الزيارة، دولة رئيس الوزراء بيدرو ودولة رئيس الوزراء ألكسندر، برحب بكم أهلا وسهلا. أشكركم أيضا على حضوركم، وأشكركم على مواقفكم الحقيقة اللي بسجل بتقدير واحترام اتجاه التطورات اللي بتحدث في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. احنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه الشرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15,000، 15,000 من المدنيين، منهم أكثر من 5,500 من الأطفال، وأكثر من 2,000 من السيدات. احنا بنتكلم على 60-70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وده أمر لابد من وضعه في الاعتبار. إذن احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية ان المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين أو المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا أيضا على أهمية أن يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الآمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق آمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40-50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70,000-100,000 منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق آمنة تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل البيئة، بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي ده دفع أو تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة.